طيب ده طبعا اخر اخبار النادي الاهلي، وطمنا على الاجواء. الجو حر جدا ورطوبه قويه جدا. الماتش الساعه 4 بتوقيت تنزانيا، 3 بتوقيت مصر. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. خلينا نروح لنادي الزمالك، البطل الدوري والكاس الموسم الماضي، وساعات مهمه وقويه الماتش بجايه الجزائري. عايز اعرف رايكم في الماتش والفرقه وتاثير ماتش الاسماعيلي والدوري، هل ممكن يكون ليه تاثير ولا احنا كلاعبي الكوره بنشوف الماتش ده ممكن يكون دافع بشكل قوي؟ هي الفرق الكبيره طبعا المفروض انها المعتاد ان هي تطلع من المباراه السلبيه بالنسبه لها الى المباراه اللي بعديها بشكل سريع. بيبقى في استشفاء سواء من الناحيه البدنيه وايضا استشفاء من الناحيه الذهنيه، لان انت بتتكلم على لاعبين المفروض وفريق وصاحب بطوله الدوري العام السنه السابقه وكاس مصر وكده، فعنده امكانيات كويسه ومحتاج ثقه في نفسه. بتهزم من فريق الاسماعيلي بشكل طبعا غير جيد لفريق نادي الزمالك. المفروض ده يديهم، اتصور مع نادي الزمالك يديهم حافز اضافي ودوافع اخرى ان هم يبسطوا جمهورهم، ان هم يحققوا فوز في ملعبهم، ان هم يثبتوا ان هم قادرين على الانتصار في افريقيا. بقالهم فتره كبيره بعاد عن افريقيا، فبالتالي اتصور الفرق الكبيره تقدر تحول الهزيمه بتاعتها الى دوافع معنويه. ده موجود حالية. بكره يعني شايف، تصور كده انت بتتكلم بشكل عام، شايف ان زيك بكره قادر؟ وجود بعض الجماهير قد تكون مثلا عدد ممكن يكون مش كبير، ولكن اكيد برضو هيدي نوع من الحماس للعيبه. نادر، شايف اليكس ماكليش ابتدى يحط ايده على الفرقه، ابتدى يبان بصمات ليه على الفرقه، ولا لسه محتاج وقت؟ لا، ما اظنش ان هو حط ايده على الفرقه، يعني لان انت لما تيجي تحط ايديك على الفرقه الحقيقه، يعني من وجهه نظري ان من الصعوبه ان هو يجي يلاقي لاعبين وبعد كده يتعامل معاهم بامر واقع. يعني هو حتى ما اختارش اللعيبه، هو بيحاول يكتشف اللعيبه عشان يوظف اللعيبه بشكل معين. ممكن يكون شايف ان بعض اللاعبين بيلعبوا في مراكز معينه فهو هيغير لهم المراكز، بس انا شايف ان من الصعوبه ان هو يحط ايديه على الفريق في وقت ضيق جدا مع ضغوط المباريات، مع انك انت بتنافس الاهلي على بطوله الدوري. انما انا شايف ان الزمالك المشكله ان الحقيقه جمعيه الاداء مش موجوده في الفريق في الماتشات اللي فاتت. الفريق بيلعب بشكل فردي، يعني لان انت عندك مشكله كبيره جدا في منطقه نص ملعب. ممكن يكون عندك ما عندكش مشكله دفاعيه، انما عندك مشكله مش هجوميه، بس انا بتكلم على انك انت امتلاك الكوره. لما بنيجي نتكلم على الاهلي وجود حسام غالي وعبد الله سعيد ورمضان صبحي، حتى قبل ما يكون في قدرات هجوميه للاعيبه دي على المرمى، انما في قدرات لامتلاك الكره، فبالتالي بيبان انك انت عندك جمعيه في الاداء. انما للاسف الحقيقه اداء الزمالك ما فيهوش جماعيه، في نواحي فرديه، في مجهود مثلا فردي من ناحيه اليمين او من ناحيه شمال من الجناحات الملعب، انما منطقه نص ملعب هي منطقه دفاعيه فقط لا غير. فبالتالي حتى ممكن يكون عنده الفرصه ان هو يعني بيوقف هجمات الفريق المنافس، انما ما بيقدرش يبني هجمه. وانت عارف الهجمه ما بتتبنيش من ايمن حفني او مصطفى فتحي او 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 كهربا او اي حد من اللاعبين دول، انما بتبتدي من حارس المرمى، مش هقول لك من المدافعين، والمدافعين ثم منطقه نص ملعب، لانك انت عندك مشكله كبيره جدا في امتلاك الكره في نص ملعبك، ويكون عندك قدره انك انت تقطع وتمتلك. فبالتالي حتى بتدي فرصه للمهاجمين ان هم يتمركزوا بشكل كويس، بتدي فرصه للاعبين اللي في الدفاع ان هم يبتدوا يكونوا مساندين للهجمه بتاعتك. فهو ده اللي انا بكلم، انت ممكن تقطع كره بسرعه وتفسد هجمه المنافس، انها بتفقدها بسرعه جدا، لانك انت ما عندكش محور ارتكاز يقدر ان هو يلعب يمتلك كره في نص ملعب. فاليكس ماكليش بكره هيعمل ايه راجل؟ يعني اعتقد ان الضغوط هتبقى صعبه جدا على ماكليش. وبعدين خد بالك حازم، يعني الفكر الانجليزي بتاع او الاسكتلندي بتاع اليكس ماكليش بياخد وقت على بال ما يأقلم الفريق. اللعيبه دي فتره طويله جدا اشتغلت مع مدربين برتغاليين، اشتغلت مع مصريين، اشتغلت مع، انما الفكر الانجليزي سواء كان في اداره الاشخاص او في اداره الفريق الفنيه هياخد وقت على بال ما يتأقلم مع الفريق. انما مع هو عنده رفاهيه الوقت، هو ما عندوش رفاهيه الوقت، ما هو ده اللي بتكلم فيه. يعني انما مش متفائل، يعني مع الـ يعني الدفعه الجماهيريه والضغط الجماهيري والمعنويات العاليه للاعب، انا شايف ان الحقيقه قبل ما يكون ماكليش ليه دور بكره مع الفريق، انما انا شايف اللاعبين هم نفسهم لازم يكون ليهم دور فعال. يعني في بعض الاوقات في مدرب ممكن يسند الفريق لانه عارف مفاتيح الفريق، فيقدر يوظف اللاعبين مسلمين نفسهم تماما